على المدرسة التربوية ما بين قوسين التي تخضع إلى نظام القطيع، ما في شك أنه هي تستغرب من لغتي، رغم أن حينما تراني في هذه الهيبة أو هذه الصفة أنني أتكلم بثقة زائدة. أنا لا أتصنع لغة، لا أتصنع في هذه اللحظة حالة ما أو رسالة ما، هذه هي لغتي، هذا هو أنا، وأنا لا أخضع لغتي، يعني ما بين أن يكون بها حس الغرور أو أن تكون ثقة زائدة أو نرجسية مثلا، يعني إنما هو يعني كشف الستارة عن لغة مخبوءة داخل القلب، والذي هو أنتج بالمحصلة هذه التجربة التي اتفق الكل على محاربتها. يعني كجاليري فرنساويين عربا غربا عجما محلي عربي دولي مش مهم، يعني هلا ما في شك انه ناس في مؤيدين، بس انا بطبعي يعني حصلت المكاسب الكبرى من هذا الشيء. يعني بالنتيجة أنا لا أرتضي لنفسي أن يكون الذي قصر مثلا في لندن، في هذه اللحظة لو أتيح لي قصر في لندن في برمنغهام شو بدي أعمل بالقصر؟ إذا في 40 غرفة أو 10 مسابح، أنا ما يلزمني 10 مسابح ولا 40 غرفة، وأنا صعب إني أنتقل من هنا إلى لندن أو أسكن في هذا القصر الطويل الضخم في هذه الجبال، من سيأتي لي بدخان الحمراء الطويلة مثلا؟ مش معقول بدي بجيب عشائر من الأصدقاء، أنا ما عندي أصدقاء، ما عندي ناس، ما عندي أهل، أنا وحيد، هل سأسكن وحيدا في هذا القصر؟ أنا بحاجة إلى غرفة، إلى استديو صغير، إلى براد صغير، إلى سرير يتسع لأربع أشخاص كي نسرح ونفرح به. وأنا استغرب على بعض الأباطرة الذين يقول لنا عندنا قصر في لندن، إذا بدي أشرب قهوة في مقهى ما في لندن هل بدي أقل بدي أنزل من هذا القصر لمدة ساعتين عبر الجبال والوديان حتى أذهب إلى الكافيه في شوارع الضباب حتى أحتسي القهوة؟ ليس معقولا. أنا أحلامي يعني على مقاسي، أكره أن أكون ابنا لعائلة الملكية، أكره أن أكون منتميا لعقيدة أو فكرة أو حزب ما، أريد أن أرسم فقط، أريد أن أشاغب بشخابيط الطفولة، هذا ما أريده فقط. وفي ضحكة دموعنا وفي